عليه ثلاث علامات. خلينا نشوف مين نبدأ، منين نبدأ. جامعة الخليل، جامعة إذاعة عروبة. أبو أحمد يبدأ في مين؟ عمل قرعة والله شباب، هم نبدأ فيهم يا إخوان يا خواتي يا النساء الموجودين، ممكن تجلسوا بدنا الصوت، خلينا نسمع بعض ونخلي هذه الأمسية وهذه المسابقة الثقافية تكون جميلة ورائعة. حمزة، أستاذ حمزة، أستاذ طلب، راضي نبدأ فيكم. سؤال نجمي ولا سؤال مباشر؟ المايك الميكروفون ناخذ سؤال النجم، اختار من 21 انو رقم. لا سؤال جميل، بشبكها في السماعة من غد واعطيه اياها. سؤال جميل بيقول كالتالي: هذه المقامات التي ترونها ما هي الا اشارات لمرافقة الانبياء وزوجاتهم عليهم السلام؟ أخذنا كمان من الغادة خارج. أنا من أسر طوح الكيبير. أنا من أسر. سؤال الثاني، سؤال اللجنة الكريبيون: كم سنة استمر الاستعمار الفرنسي احتلاله الجزائر؟ نسمع اللجنة من الشيخ حفصي. تفضل يا شيخ حفصي. السماعة. الاحتلال الفرنسي للجزائر استمر مدة 132 عام. قديش؟ 132 عام. سمعت شوف الشيخ سمير شو بيحكي؟ والله أنا بقول خطأ، لأنه إذا بده يقعد بس 132 عام كان ما غلبش حاله، وإجا احتل كان ضل يعني فرنسا. وهذول الاحتلال بيجيش وحتى الاحتلال بيجي يستوطن، وحتى غيروا اللغة في الفرنسي الجزائر، صار معظم سكان الجزائر يتكلمون بالفرنسي. هذا استغرق معهم 321 سنة، يعني هيك 321 سنة. 321 سنة. شوف الشيخ سمير، الشيخ فلاح شو بيحكي؟ الشيخ بطل حبايبي، هدول التنين اخوان يعني ما يفكوش اللحى، ما يفكوش الوطنيه. انا رئيس قسم، لكن الصحيح الجواب علشان يعني نعطيك على كثير ان شاء الله تعالى. الان في 123، شوف الفرق بيناتهم 10 سنوات. انا بقول 123 فوق المنظر وراح تنقصهم ان شاء الله. شوف راجع عروبه، اسمع منكم الجواب. ولذلك بدنا نرد على الشيخ حفصي. الشيخ حفصي 132، 132، 132. جواب صحيح 100% وعلامتين يراجعوا عروض. نروح لجامعة الخليل، تختاروا لجنة مباشر لجنة ولا مباشر؟ طب خلص المهم ندبر الموضوع. سؤال مباشر رقم 2. سؤال مباشر سؤال اثنين، شو بقول؟ هذه المقامات التي ترونها ما هي الا اشاره لمرافقه الانبياء وزوجاتهم عليهم السلام؟ في المغاره الموجوده اسفل الحرم والتي لها ثلاثه مداخل، اذكر مواقع المداخل الثلاثه الموجوده هون. يلا تعال، يلا يا جامعه الخليل. ثلاث مداخل موجودة للمغارة أسفل الحرم الإبراهيم في شيء، ثلاث مداخل موجودة هون. المدخل الأول مقابل المنبر في هذا الجهة الجهة. مقابل المنبر، يعني نقول عند باب الجواب.
لا الثاني المدخل الثاني هو الجهة الشمالية أو عفوا على يمين المنبر مباشرة على يمين. الثالث بيجي من المنطقة الجنوبية. خلينا نسمع بعض الله يرضى عليكم يا إخوان. وين الثالث؟ الثالث بيجي من المنطقة الجنوبية للمسجد. يعني إجابة صحيحة. خلينا نوضح أكثر. عند المنبر وبين المقامات هنا يوجد باب، وعند باب الغار هناك يوجد. إذا ثلاثة باب. إجابة صحيحة وثلاث علامات لجامعة الخليل. نروح لراجع عروبي. يا إخوان لو سمحتوا بدنا نسمع بعض، بدنا هدوء لو سمحتوا. نروح لراجع عروبي. السؤال السادس حبيبي الشيخ ضرب السؤال المباشر، بيقول متحف الخليل يقع في حارة بني دار قرب خان الخليل، وكان في الأصل حماما تركيا عرف باسم حمام إبراهيم الخليل، وبقرار من الرئيس الفلسطيني الراحل الرمز ياسر عرفات حول إلى متحف. ما هو اسم هذا المتحف؟ واضح؟ أطلق عليه اسم ماذا يا شيخ طلب؟ حمزة راضي. ارجع لورا عشان واضح؟ فينا المشايخ مساعدة؟ دقيقة واحدة. لجنة التحكيم بتقول لك عم بداهم كل وقت. يلا بدي إجابة. متحف البلد القديم. متحف جواب نهائي. نهائي يا طلب. نهائي حمزة راضي. جواب نهائي. إجابة خطأ. معلومة خليها معانا يا لجنة ولا نحكيها؟ البلوطة، وهو موجود في حي القصبة، حول إلى متحف قرار من السيد الرئيس أبو عمار رحمه الله، وفيه الكثير من الكنوز الأثرية التي تعبر عن إسلامية هذه المدينة وعروبتها وتاريخها الضارب في جذور الزمن. شكرا للشيخ سمير. إذا اسم المتحف يا حمزة يا طلب البلوطة. نروح لجامعة الخليل. جامعة الخليل تختار مباشر ولا لجنة؟ سؤال لجنة رقم 7. سؤال لجنة رقم 7. بيقول سؤال 7 بيقول يا جامعة الخليل، حدثت مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994، وعلى أثرها أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف، وقامت قوات الاحتلال بتشكيل لجنة تخصي حقائق خرجت بتوصيات لتقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف. ما اسم رئيس هذه اللجنة الذي أوصى بتقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف؟ اسمع من اللجنة شيخ فلاح. يلا خلينا نغير مرة انت مرة. على كل حال المرة هذه أنا حاولت أوقعكم، بس أنا بديش أوقعكم إن شاء الله. يعني الشباب يعني على مختبر العقول إن شاء الله توكلوا على الله. يعني اسمه رجل مجرم من اليهود دريد اليابي، له يعني أعمال معروفة للشعب الفلسطيني، وهي أعمال يعني تتمثل بقضية التنكيل بالشعب الفلسطيني. وهذا الرجل يعني استطاع أنه يأخذ هذا القرار لإفساد على الأمة هذا المكان. شو اسمه كمان مرة؟ اسمه دافيد إياب. والله يا شيخ سمير،
والله يا شيخ ملاح انا مره بدي اعارض الشيخ ملاح مره الشيخ ابدي وانا قاعد في النص الله يكون بعوني عليهم شيخ اخوك الدين انا بقول الياهو ولا الياهوش هو اسمه شمجار بالغين بالشين بالشين بتعرفوا الشين وين بتودي والغين هم بيقولوا يوسف رانسي كله بالغين بالغين شمجار الشيخ سمير قول شمجار معنا انتوا يا جماعة الخليل نشوف الشيخ حفظي وانا بقول طبعا كون مدير الحرم حسب ما يعني انا بسمع من اليهود ومن رؤساء اليهود انه اللي طبعا قسم الحرم هو رجل ديني معروف لدى اليهود اسمه صوحر بن يمين اذن يا جماعة الخليل تبيدي اليهو شمقار صوحر بن يمين بدي اجابه يلا يا جماعة الخليل يلا صوت يا اخوان الإجابة وقال أوسطه شمغار شمغار؟ شمغار شيخ سمير ثلاث علامات لجامعة الخليل علامتين علامتين لجامعة الخليل يلا نروح لجنة هيك سجلت خفوش ما شاء الله الشيخ سمير 100% دقيق بالعلامات ولا مرة نروح لراديو عرومي يلا وباشر هون لجنة بدنا سؤال لجنة رقم 17 سؤال لجنة 17 اقعد 14 اقعد لو سمحت لينا نسمعه سؤال لجنة 17 يقول السؤال كالتالي تبلغ مساحة المصلى الإسحاقية قديش يا ترى اسمع من اللجنة لجنة شو بيقول تفضلوا يلا شيخ فلاح شيخ حمزة المرة هذيك ما رديتش عليك هذا فانصح رح ترد الصحيح المساحة اللي إسحاقية طبعاً إحنا موجودين فيها خلينا أوضح الإسحاقية ليش سميت الإسحاقية وجود مقام سيدنا إسحاق وزوجته رفقة فسيدنا إسحاق موجود وسميت الإسحاقية على اسمه يلا يا حمزة شيخ حمزة شيخ ملك أخونا كرم دير بالك راضي راضي الأخ حفظي طبعاً مدير الحرم بده يغلطه الشيخ سمير بده يغلطه فأنا أقول لك 575 متر وانتبه قديش؟ اي والله يا شيخ فلا لو جيت تكيلها بالفحشة مش بالمتر لتطلع اكثر يعني كل هالقبور والطول والعرض على 575 متر لا انا بقول بالضبط كيل مسطرة كيل متر 1000 متر و3 سنتي بالضبط وهذا الكيل الرسمي وكيل مساحين ودقيق يلا شوف الشيخ حفظ جميعنا انا بدي اعرض الشيخ فلاح والشيخ سمير اقول يعني معقول الاسحاقيه انتو شايفين قديش وهي المصلى الوحيد الان للمسلمين المساحه الحقيقيه لها 775 متر 775 متر 775 يلا يا بس ارجو الجمهور لما تسمعوا جواب صحيح بتتفاهم شوف النشاط والحيوية والحماس يلا اسمع احنا راح نروح الشيخ فلاح الشيخ فلاح قديش الشيخ فلاح حكيت انت 575 قديش 575 مش كده هو تقريبا 20 في 30 تقريبا او 19 و70 في 31 صحيحة 100% ثلاث علامات لو علامتين انا مغاوز عشان مسؤولاتي علامتين انت شو بتسوي مش بتسجل يلا يا جامعة الخليل جامعة الخليل باشر لجنة سؤال لجنة يا رب
جامعة الخليل السؤال التاسع. أقرب اللغات إلى اللغة العربية هي اسماعيل هيك شفتها تفضلوا خليني مرة أنا لأنه رد مرة الأولى بدأ الشيخ ردوا علي طلع صح أي ولا مرة ردوا علي طلع صح أنا مرة التقيت بواحد ماضي بيقول ماضي كان يبيع السوق هو كان يتكلم بلغة سمعته أقرب لغة للغة العربية هي اللغة الماضية سمعته بها اللغة الماضية اللغة الماضية الله أعلم شوف الشيخ حكسي شو بيحكي يا شيخ سمير انت بتقول اللغه الماضيه وانا بقول اقرب لغه للعربيه هي اللغه العبريه اللغه العبريه شيخ سمعتني اللغه العبريه اقرب شيء من اللغه العربيه هذول لا تردوا على شوف كيف بدك نجحت المره هذه الان اللغه الماضيه شو هذا الماضي والعبريه معروفه العبريه هي والعربيه ممكن تنضير لكن اللغه التركيه لان التركيه حكمت فلسطين والعالم العربي ايش؟ ما يقرب من 800 عام صحيح؟ وهذا قصد التركيه والمكه العربيه. جامعة الخليل ما عندكم الجواب الصحيح؟ احنا مع اهلها متنافرين بس هي اقربهم للغه العربيه العبريه. العبريه جواب نهائي؟ جواب نهائي؟ نهائي. واقف على شيخ حمزة السؤال هو كالتالي مدينة من أتبا ما هي؟ اسمع لك شو بتحكي يلا يا شيخ حمزة يعني يلا يعني هذا السؤال يعني الأصل يقول الواحد يكون عارفه أكيد المدينة من أتبا يعني القاهرة القاهرة شيخ حمزة شو بيقول؟ القاهرة شيخ سمير شو بيحكي؟ المدينة من أتبا هي مدينة البناء مدينة العمران واللي اشتهرت بالقصور قصور غرناطة قصور الأندلس والعصر الذهبي في التاريخ الإسلامي أنا بقول هي مدينة غرناطة اللي فيها القصور والأبواب والرقي العمراني والمهندسين كلهم في الحرم هون بعيدوني الله أنت بتتكلم من ناحية هندسية وهو بتتكلم من ناحية يعني على أساس القاهرة ضخمة وعدد سكانها في النهار بيصل 15 مليون في الليل 8 مليون 10 مليون هلا بقول لا هذا ولا هذا الحقيقة هي دمشق لأنها في العهد الأموي انتشر فيها البناء والمسجد الأموي أكبر شاهد على ذلك والدليل عندنا هون منبر صلاح الدين وموجود هناك في المسجد الأموي مسجد صلاح منبر صلاح الدين وهي الحقيقة زي ما قلت دمشق المئة باب فيها دمشق اسمع الجواب يعني مدينة القاهرة بكل تأكيد مدينة القاهرة بس شيخ سمير بعد إذنك شيخ سمير شيخ سمير غرناطة مش غرناطة لغة عربية غرناطة هيك اسمها إجابة صحيحة وعلامتين لراجع عروبي خلينا ناخذ استراحة قصيرة هيك إنشاد من الفرقة اللي احنا نفتخر فيها فرقة حياة خلينا نشوف النتيجة قبل ما ناخذ استراحة قصيرة اللجنة قديش نتيجة؟ النتيجة لحد الآن شبكة عروبة شاركت بثلاثة أسئلة لجنة وسؤال مباشر ثلاث أسئلة لجنة بعلامتين صحيحات ست علامات والمباشر كان خطأ فعند عروبة ست علامات جامعة الخليل شاركت بسؤال مباشر وسؤالين لجنة المباشر كان ثلاث علامات صح واللجنة الاثنين صح واللجنة الثانية خطأ فعندها خمس علامات مقابل ست علامات عيب تختاروا يلا يا جامعة الخليل لجنة ولا مباشر فتصور قديش اختاروا مباشر أكمل سؤال مباشر واحد تفضل اسمح ناخذ مباشر
ثلاث أسئلة مباشرة. آخر مرة بقى. طول المسابقة ثلاث. طيب أعطينا سؤال لجنة رقم 20. رقم 20. لا آخر مرة بحكي معه. حاشم كبير بحكي معه. وقف عشان غير المرمي. يلا يا جامعة الخير سؤال 20 يقول كالتالي. أصدر الرئيس الفلسطيني مباشرة ولا لجنة عفوا؟ لجنة أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للإبداع والتميز بهدف الاستفادة من الأفكار الخلاقة واكتشاف المواهب المميزة وتسهيل طريقها نحو الإبداع والتميز، فمن يرقص أو يرقص هذا المجلس؟ نسمع من اللجنة أخونا فلاح نصر الدين تفضل. بسم الله. إخوان وحبايبنا شباب جامعة الخليل، طبعا الدكتور صورة غامة رئيس بلدية الخليل تحيزني وأنا معك زي ما أسمي كل احترام لكتابة الدكتورة اللي ترقصت هذا المجلس بدار نصري انت عمك عشان صفاء ناصر الدين. الشيخ فلاح بقول الدكتورة صفاء ناصر الدين. اسمع الشيخ سمير شو بيحكي أو الشيخ حفصي. أنا أقول اللي طبعاً يعني يرأس هذا المجلس اسمه عدنان سمارة. ليه جبت صفاء ناصر الدين؟ الشيخ سمير والله أنا بقول إنه في واحد على يعني أنا بديش أطب في المحسوبية والمواسطة، هذا إلى واسطة مع الله يرحمه أبو عمار وكرمال الرئيس والله مستعدين أبو عمار تاج راسنا نعمل له كل شيء ونمشي له كل قرايب واسمه السيد ناصر القدري القدوي وهو اللي كان رئيس اللجنة كرمال المرحوم الله أبو عمار. نشوف يا إخوان جامعة الخليل ناصر القدوة الشيخ سمير بيحكي. الشيخ فلاح ناصر الدين بيقول دكتورة صفاء ناصر الدين. الشيخ حفصي أبو سنين بيقول عدنان سمر. يلا يا جامعة الخليل يلا يلا نسمع جواب. ما والله مرش علينا مع هذا السؤال من قبل بس حق نظرة حق نظرة حق نظرة صفاء ناصر الدين. صفاء صفاء ناصر الدين بعد إذنك بعد إذنك أشكر أبو عنف والمنطق بس خطأ. جابت الشيخ حفصي المهندس عدنان سمارة. كيف سيتم الخطيب الإنشاء؟ خلينا ناخذ إنشاء دقيقتين نعطي شوية أكتر. يلا يا محمد يلا يا معتز.
الشيخ جارنا شيخ خلص علمتين علمتين إجابة صحيحة 100%. نروح لجامعة الخليل. يلا يا جامعة الخليل. هذه المنارة الإعلامية اللي بنعتز فيها حقيقة بمدينة الخليل. سؤال؟ نحن بنعتز فيكم حبيبي محمد حبيبي. سؤال واحد مباشر. سؤال واحد مباشر. مباشر. سؤالين انتوا مباشر يا جامعة الخليل. ذكر المؤرخ مؤرخ الشام ابن عساكر بأن قبر سيدنا يوسف عليه السلام طار خارج هذا الحيل وأقيمت عليه قبة، وهذا القبر من الحجر وعليه قبة جميلة في عصر أي من الخلفاء قيمة هذه القبة. عليك السؤال كمان مرة. واضح السؤال؟ كرر. ذكر المؤرخ الشام ابن عساكر بأن قبر سيدنا يوسف عليه السلام ظهر خارج هذا الحير وأقيمت عليه قبة، وهذا القبر من الحجر وعليه قبة جميلة في عصر أي من الخلفاء قيمة هذه القبة. واضح؟ واضح؟ سهل. هي موجودة هون. اللي بيزور الحرم بيشوف وبيعرف. خيارات ما في. لا في خيارات. يلا يا جامعة الخليل. لجدي الوقت. الوقت. يا اخوان يا شباب العدد عند الكاميرات. بس هون لو سمحتوا. خلي الوراق يشوف. اخواتي الموجودات. الله يسلمك. يلا يا جامعة الخليل الوقت. لجدي. انت الوقت. شابه بدي نجد نعطيهم باخر ده نعطيهم بعد اذنك خلينا نسمع نعطيهم من المعلومه. صلاح الدين الايوبي متاكد؟ لا. اجابه غلط. خطا اجابه اللي هو اسمعوا من الشيخ سمير جواب قيمة القبة الحجرية الجميلة في عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله. المقتدر بالله. يلا راجع عروبي استاذ حمزه. سؤال لجنه رقم 16. سؤال لجنه 16. السادس عشر. قول يا رب. يا رب. السؤال بيقول يا استاذ حمزه يا استاذ طلبي يا استاذ رضا. قول كالتالي. من هو الذي كتب سورة ياسين في الإسحاقية؟ اطلعوا يا إخوان موجودة سورة ياسين. شو كتبها؟ اسمع اللجنة شو بتحكي؟ يلا شيخ فلاح. طبعا اللي كتب هذه الكلمة اللي هو كتب سورة ياسين. صوت يا إخوان لو سمحتوا. بعد اسمع ياسين بدر الدين الجاولي. طبعا كمان احنا عندنا منطقة شو اسمها؟ الجولية. البناء الجديد اللي قام بهذا العمل هو بدر الدين الجاوي. الجاوي. والله يا شيخ فلاح الجاوي هذا ما هو من فلسطين، هذا من مصر، وحبايبنا اهل مصر وفنانين وكل الشغلات. الفن عند اهل مصر فنانين معروفين، بس برضه بدناش نقلل من قدر الشعب الفلسطيني. احنا الشعب الفلسطيني عمرنا العالم العربي كله، ما في موظف في شركة ولا مؤسسة إلا فلسطيني. معقول ننسى الحرام؟ اللي كتب سورة ياسين
على الحرم على في الإسحاقية هو إبراهيم السلفيتي، إبراهيم السلفيتي السلفيت القريبة من نابلس. إذا الشيخ سمير بيقول إبراهيم السلفيتي. شوف الشيخ حفصي قبل عفوا أنا ما خلصي بس لو سمحت ردوا خلينا نسمع الله يرضى. تفضل الشيخ حفصي. أنا بقول يا إخوان اللي وفدي اللي له أثر طبعا في الحرم وفرضاً بعد زالت موجودة ومكتوب اسمه يعني في أكثر من موقع هو محمد ابن قلاوون. محمد ابن قلاوون. يلا يا شباب راديو عروبة وشبكة عروبة بدل الدين الجاوي إبراهيم السلفيتي الناصر محمد بن قلاوون. أنا هالمرة مع الشيخ سمير. الشيخ سمير؟ مع الشيخ سمير أكيد مرة واحدة معناته السلفيتي. السلفيتي؟ السلفيتي. انبسط الشيخ سمير. خليني اجابة صحيحة وعلى بكين. يلا يا جماعة الخليل. سورة ياسين طبعا موجودة. منقوش على المنبر؟ على المنبر، نعم. هذه معلومة من مدير أوقاف الخليل. أستاذ سيدي طبعا بالنسبة لسورة ياسين. يلا يا جماعة الخليل. شيخ رائد بالنسبة لسورة ياسين. طبعا هي تبدا من المحراب وتنتهي بالمحراب واللي كاتب اسمه ابراهيم السلفيتي. عشان هيك لازم واحد لما يجي على الحرم. شكرا على الاضاءة. شكرا على المعلومات القيمة والاضاءة الجميلة من الشيخ حسين مدير الحرم. وروح اتوجه لجامعة الخليج. سؤال لجنة رقم 13. سؤال لجنة رقم 13. جامعة الخليل يقول سؤال لجنة من هو عينته من هو النبي الذي صام عن الكلام ثلاثة أيام؟ نسمع كلية الشريعة نسمع من الشيخ يلا سؤال سهل سيدنا إبراهيم. طبعا يعني انا ما بدي اغرر الناس ولا اقول شيء صحيح معروف يعني هو زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام. زكريا يا شيخ حفظ كان مجرد نبي عليه الصلاه والسلام لكن سيدنا داوود كان نبي وملك والملوك هم اللي عندهم العزيمه والقدره اللي صار 3 ايام هو سيدنا داوود عليه السلام النبي الملك. سيدنا رائع جدا جدا معلومات تفضل اخويا حلاوه عليكم الكريم. انت بتقول يعني سيدنا زكريا عليه السلام وسيدنا داوود عليه السلام طب وين سيدنا سليمان؟ سليمان عفوا سيدنا سليمان كان يحكي طبعا الله اعطاه لغات واستطاع انه يتكلم مع النمله تبسم ضار واحد كان صار 3 ايام سيدي انت شو كليتك؟ شريعة لازم ما يعرفش سيدنا زكريا عليه السلام جابت مين؟ الشيخ مين؟ الشيخ حفظ حفظ يا مصر ركز كتيرة إجاباته دائما يلا إجابة سريعة 100% علامتين علامتين حالة أداب العشاء نصلي خلينا نشوف انا بقول نصلي نصلي وما انتم كويس كده يا اخوان الضيوف حتى يكون يا شيخ رائد معلوم يعني النتيجه طبعا شبكه عروبه عشر نقاط شبكة عروبة نعم جامعة الخليل 7 قديش أخذ مباشر جامعة الخليل؟ جامعة سؤالين سؤالين مباشر وعروبة عروبة سؤال واحد خلينا نكمل على الخفيف قبل ما تكون خامس نروح لكم يا جامعة عروبة لجنة ولا مباشر؟
طيب بس سؤال بجدي رقم 10 السؤال العاشر بقول أعمال الترميم والصيانة والزخارف في الحرم الإبراهيمي الشريف من الذي يقوم بها؟ شيخ مسعود نسمع الشيخ فلا يحشر يعني تحرجوني إحنا من وزارة الأوقاف يعني عدم مؤاخذة كل احترام وتقدير لأخونا رئيس البلدية موجود الأستاذ الكريم ده هو موجود هذه يعني كذلك الآخرين لكن وزارة الأوقاف تأبى أن تسلم هذا الأمر لحقه بس وزارة الأوقاف إذا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية شوف الشيخ سمير والله يا شيخ بالرغم من إني أنا أيضا كمان منحاز لوزارة الأوقاف وزارتي وكل الحب والإخلاص لوزارتي وانتمائي لوزارتي بس برضه ما بحبش يعني برضه اهضم حق الاخرين برضه لجنه اعمار الخليل هي بس الحرام طب ما هي عملت البلد القديم وبلطت لنا الشوارع وحتى صار واحد الولد اذا قال له ابويا بقى اشتري لي قال له اشتري لي حذاء قال له يابا امشي شوارع الخليل بلطت بس شوارع القدس لا شيخ الاعمار شيخ سمير بيحكي شيخ حفظي والله يا اخوانا يعني احنا يعني بنقول انه بلدية الخليل لا تملي جهدا بخصوص الحرم إبراهيم الشريف أنا بقول بلدية الخليل بلدية الخليل الشيخ حفظ بول نسمع الإخوان في نادي العلوم شو يقولوا الجواب لا إحنا بما إنه مش موجود وزارة الورقة فهي وزارة الأوقاف يعني ما عطانيش من صورك الجواب خطأ تردش عليه لجنة الإعمار السؤال اللي يقول الزخارف اللي بلطة اللي بقوم بالزخارف هم تصليحات اللي هي بجدة الإعمار جامع خطأ اختيار الشيخ مريم روح أكيد أكيد السؤال السابس السؤال لجنة رقم 15 السؤال الخامس عشر يوم يا جامعة الخليل السورة القرآنية التي تبدأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم نسمع الأجل يعني كون القرآن أخوانا يعني سمى هذه السورة يعني باسم من أنبياء أنا أقول هي سورة الأنبياء إذا سورة الأنبياء والله عندي الحج بالضار بضل يقول لي فيه الدواء لها النبي النبي اللي معجب علينا فأنا بقول هي سورة النمل هذه سورة النمل النمل مش قليل ولو إنه صغير والنمل ذكر في القرآن الكريم وإذ قالت نملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ليش مخلش لا يجوز أنكم قال العلماء لأن جسم النملة زجاجي يكسر كسر ولا يفحص أعصار أنا أشكرك على المعلومة إذا سورة إيش؟ النمل الآن بقول أخونا الشيخ في سورة الأنبياء وأخونا الشيخ في سورة النمل المرة مرتها المرة هذه مش وقت توكل على الله إن شاء الله إحنا وياكم والحضور الطيبين الوجوه الطيبة بنطلع على الحج شعير شهر الحج وتوكل على الله وإن شاء الله تحج الإخوان في جامعة الأولى أنت مش قليل سعيد يلا يلا يا جامعة الخليل الله يرزق الحاج ويبعد عن ضرر من النمل وسورة الأنبياء سورة الأنبياء الشيخ حفظ جامع صحيح 100% على بتين لجامعة الخليل خلينا ناخذ استراحة هيك نصلي نصلي على السريع في معنا وقت يا شباب 4 دقائق بنلحق ناخذنا كمان سؤال على السريع يلا سؤال لجنة ولا مباشر؟ لجنة، مش مباشر
احنا بدنا 11 لاعب 11 لجنة 11 لجنة انا بعيد والله. السؤال يا شيخ حمزة بيحكي يا راجع عروبي بيحكي سهل عدد ضربات قلب الحوت في الدم قديش؟ اسمع شيخ حمزة يعني شيخ يعني هذا الأصل يكون معروف هذا الجميع. أنا بقول 60 60 ضربة؟ نعم عدد دقات قلب الحوت شيخ حمزة بقول 60 ضربة. والله 60 ضربة على حجم الحوت وكبره وجهاده في البحر ما بكفي. ليه؟ أنا بقول 90 60 والله ما بيجيبوا نتيجة. ردوا علي شيخ سمير بقول 90 ضربة 90 ضربة قلبه قوي جدا الحوت حوت. شوف الشيخ فلاح متأخذونيش أنا بدي أضحك 96 ما شاء الله 96 هاي ضربة واحدة وانتهى الأمل. ضربة واحدة بكر على الله ضربة واحدة. يلا يا شيخ ضربة واحدة عدد ضربات قلب الحوت في الدقيقة ضربة تردوش عليهم ولا 90 ضربة ولا 60 ضربة 90 الإنسان 60 بلاش تشوش عليهم خلينا نسمع إجابة. يلا والله الشيخ ورطنا مرة خليه ورطنا كمان الشيخ فلاح الشيخ فلاح حبيبي معك ضربة واحدة خليها توكل ضربتك مباشرة صحيحة ضربة واحدة وعلى الثاني عروبي راجع عروبي. بنحب نشكر ونرحب دائما اللي طبعا بمساجد الخليج مسجد بيتولا اللي اليوم متواجدين معنا اليوم نشكرهم على حضورهم باص اجى من مسجد بيتولا اهلا وسهلا فيهم. وايضا مسجد عثمان بن عفان برضه موجودين عندنا هون اهلا وسهلا فيهم باص اتى برضه من المسجد الى هنا والحضور. اخر سؤال قبل اقامه الصلاه يا شباب يلا نروح ل مباشر سبعة سؤال لجنة رقم 16 16 طالب 19 طالب يا عبدالله طب خلينا ناخذ سؤال خلينا يا شيخ حمزة السؤال 19 السؤال 19 لجنة يقول كم تبلغ عدد المرات التي منع رفع الأذان فيها عام 2015 من الحرم الإبراهيم الشريف؟ يلا عدد الأوقات التي منع فيها رفع الأذان من العام 2015؟ أنا طبعا أقول كوني يعني بحصي يوميا عدد الأوقات التي منع فيها الأذان 600 وقت 600 وقت بالرغم من انه الشيخ حمزة هو اعلم مني في اعداد الاوقات التي منع فيها الاذان في المسجد الابراهيمي ويمنع هو فعلا بيمنع يمكن في مجال يكون 600 وقت بس انا مطلوب مني اخالفه عشان مطلوب مني اخالفه واقول الاذان المنع عام 2015 645 وقت 645 وقت 645 وقت بالورقه والقلم. شكرا للشيخ سمير وشكرا للشيخ حفظ. الان احنا لو قعدنا وكلكم خليكم متفقين معايا بدنا نقسم الصلوات بالايام ولو طويله 560 والبقره 560 يلا يا جماعه كم تبلغ عدد المرات التي منع رفع الأذان فيها عام 2015 في الحرم الإبراهيمي الشريف قديش؟ 645 ولا 560 يلا يا جامعة الخليل 645 إجابة مين؟ الشيخ سمير؟ الشيخ سمير حسابي أنت مش معاه؟ جواب نهائي إجابة صحيحة 645 خلينا نقيم الصلاة بس خلونا نوضح يا اخواننا الأذان في هذه الأيام مستهدف
والأذان يمنع في المسجد الإبراهيمي مرات ومرات، بالذات في أذان الفجر وأذان رئيس البلدية الدكتور داود الزعتري. طبعا من ضمن التكريم العطل المميز اللي ابتكرته دائرة الأوقاف عطل وسمت وأطلقت عليه اسم عطل الحرم الإبراهيمي الشريف، سيكون ماركة مسجلة للحرم. تكريم لرئيس الغرفة التجارية الأستاذ محمد غازي. الأستاذ نضال الجعبري ممثل محافظ محافظة الخليل تكريم. أهلا وسهلا محافظة وأخونا الأستاذ نضال الجعبري. شكرا 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 لحضوركم، حقيقة احنا سعدنا بوجودكم هنا. الحرم أكيد اليوم كان هو الفائز بحضور الأشخاص الموجودين هون. أهلاً وسهلاً. طبعاً شركة نوخ سيكون لها أيضاً لقاءات هنا نتمنى. وصل إنشاء من الفرقة المميزة فرقة حياة أخونا محمد الهشمون معتز أبو سناني وأيضا عاصم القواسمي. سيكون أيضا للجماهير الموجودة أيضا جوائز موجودة وسحب على أرقام موجودة عندنا في الصندوق، راح يكون جوائز سنكمل وإياكم. خليكم معنا بعد الإنشاء. من ذلك
طبعا
قبل ما تختاروا السؤال بنحب نوجه طبعا للموجودين اللي هون يستغلوا وجودهم في الحرم الابراهيم. شكرا. احسن شكرا. طبعا يستغلوا وجودهم الموجودين هون في الحرم الابراهيمي الشريف يكسبوا 500 دولار. يكسبوا 500 دولار عن ايش؟ طبعا عن المسابقه اللي كانت معلن عنها مديريه الابقار الخليج لاجمل لحظه في الحرم الابراهيمي، تصوير كتب او فيديو. بامكانكم طبعا تشاركوا وتربحوا في هذه المسابقه لاجمل لحظه في الحرم الابراهيمي الشريف. نروح لراجع علومي تختاروا. شو بتختاروا معنا يا طلب؟ يعني انا ما زلت اتمنى كل مؤسسات الخليج تحضر هذه بلديه الخليج مشكوره تعقد اجتماعاتها الاسبوعيه والشهريه في الحرم الابراهيمي. اكيد. بارك الله فيك. السؤال الثامن في اللجنة. السؤال طلع السؤال الثامن طلع. طيب يا علي مين يقول لي تحتي سؤال 13؟ طالع 13؟ طالع 13. إذا أربعة. السؤال الرابع بيحكي يا راديو عروبي وشبكة عروبي بيقول ماذا يسمى طعام البناء؟ ماذا يسمى طعام البناء؟ اسمع اللجنة الموقعة عندنا شو بدها. يلا يا شيخ سمير، واضح السؤال؟ واضح. ان شاء الله الكل بيبني ويوم العادة بيعزم كل الحاضرين. تذبحوا جديان وتعزمونا. يسمى الوليمة. الوليمة يعني العزومة الكبيرة الفرح فيها اللي فيها عادة الدار. الشيخ حفظي. أنا الشيخ سمير بقول الوليمة. والله أنا بقول في اسم يعني قلما الناس بتعرفه اللي هو اسمه الوظيمة. الوظيمة الشيخ. الوليمة والوظيمة. صحيح. خليكم معي دائما بتربحوا. شيخ حمزة ما تطلعش. بتقول ايش الوليمة مع العدوى كم سنة؟ الوكيرة وتوكل على الله. وإن شاء الله ربنا بيوفيكم في الدارين. الشيخ فلاح شو بقول؟ الوكيرة. وانتو يا راجع روبي يا شيخ طلب راضي حمزة. انا اسماء راضي جمعة الخليج عفوا مروان هشام ليش تقول عبد الحميد اسماء؟ لا شو مداري يعني؟ بدون فهمك جديد. يلا والله احنا بنحب الشيخ فلاح، بنحب الشيخ سمير، بنحب الشيخ ولد. ايوه. لكن الان الشيخ فلاح كسر فيي، ولما كسر فيي بعرف انه يعني هو اللي اتبعني وانا مع الشيخ فلاح. وانت اتبعته؟ نعم. قلت ايش قال لك انت فايز؟ هذه بها اتهام. صحيح. علمتين هذه بها اتهام الوكيل. يعني انه ضرب خفي. طيب سؤال خارج عن انا مالوش علاقه. شو الفرق بين الوليمه والوظيمه؟ معلومه بس للقاعدين موجودين. اذا انا مش غلطان بيت الاجر وشي زي هيك. نعم. بعد والوليمه بالمناسبات والافراح السعيده. الوليمه بالمناسبات والافراح السعيده، والوظيمه بالاطراح والاحزان. روح لجامعه الخليل على التين كانت لراجع عروبه. سؤال اللجنه رقم 14. سؤال اللجنه 14 لجامعه الخليل بيقول 14 يا لجنه. سؤال 14 يقول ما هي أول صورة في الجزء 28 أول 20 من القرآن الكريم؟ أنا أعطوني وطعون لغة عربية. بنقول السؤال كمان مرة، ما هي أول صورة؟ جامعة الخليل معي واضح؟ ما هي أول صورة في الجزء 28 من القرآن الكريم؟ اسمع اخواننا في اللجنة. يلا شكرا لك يا شيخ. شكرا لك المباراة تقديم عزيز. حبايبي شباب جامعة الخليل، انتوا كل يوم شريعة ومعروف يعني الكلام. انا هذيك اليوم يعني سؤال قبل مشينا الامن، تمشيكم امن. الان سورة تبارك اللي هي اسمها ايش؟ الملك. هذه السورة اللي بيحفظها ان شاء الله تعالى
ادافع عنه في القبر، وبدي اياكم كلكم ايها الاخوه تحفظوا هذه الصوره حتى تدافع عنكم تكون المحاميه امام الله لكم ان شاء الله. الملك صوره الملك. والله انا بقول لكم ما كانت الصوره عين تعرفوا ايش انت شريعه، هذه نقطه في حقنا احنا اللي ذات الشريعه هي صوره المجادله. والله اعلم الشيخ سمير ملك جامعه الخليل صوره المجادله. اسمع الشيخ حفص، الشيخ حفص تفضل. اخونا فلاح قال صوره الملك، الشيخ سمير بيقول صوت المجادلة. المجادلة المجادلة صح، نقول مجادلة مجادلة، لكن أنا بقول هي طبعا سورة التحريم، قد سمع الله سورة التحريم سورة المجادلة سورة الملك. اسمع جامعة الخليل من أخونا مروان. إجابة الشيخ سمير طبعا سورة المجادلة. سورة المجادلة أنا مش متأكد، أنا مش متأكد، دير بالك أنا متأكد. إيش متأكد؟ مجادلة أو المجادلة إجابة صحيحة 100%. علامتين جامعة الخليل. خلينا نسمع النتيجة من اللجنة يا راجع عرومي وراجع عفوا جامعة الخليل. خلينا نسمع طبعا يا إخوة عشان تكونوا بالصورة، الإخوة في راضي عروبة أخذوا سؤال واحد مباشر وتايمينهم سؤالين مباشر، الإخوة في جامعة الخليل أخذوا سؤالين مباشر وتايمينهم واحد مباشر. الآن النتيجة 14 لعروبة 13 للجامعة، منافسة على أشدها 14 لراجع عروبة. ضايل ثلاث أسئلة أو سؤالين لجنة، سؤال مباشر لكم، سؤالين مباشر لكم من العشر أسئلة كلها سؤال لجنة. اثنين لجنة ستة مختلفين، روح عليك تسعة أسئلة، ثمانية إذا ما أخذتش أنت لجنة بتروح عليك مباشر، بتروح عليك انتهى الأمر. الآن إلك قد إيش؟ 20 10 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 10. سؤال لجنة رقم سبعة، سؤال لجنة رقم سبعة طلع على بركة الله. يا رب أي واحد اختار شو رقم عندي خمسة. خلص واحد ايش؟ خمسة. سؤال خمسة بقول يا راجل، يا راجع عروبي، ما هي أقدم مئذنة في مدينة الخليل؟ اسمع الناجي شكرا. يلا يا شيخ فلاح. بس قبل عشان نكون بالصورة، الآن لهم 10 أسئلة، هذا السؤال الأخير ديروا بالكم. انتهى المسابقة. خلينا نوضح كمان مرة. ما استغليته المباشر؟ هتلاقي ما استغليته المباشر كثير ما استغليته. طيب، السؤال رقم 10 5 يا رب. أقدم مئذنة في مدينة الخليل، ما فيهاش كلام. يعني حدا بيطلع يزاول على الحرم الابراهيم الشريف من اقدم. سؤال الدكتور ده هو 2000 وقديش؟ له مبني 2400 ولا 2700؟ هاي سيدي الشيخ صلاح لهذا المكان. اذا هو اقدم مأذنه موجوده في الحرم الابراهيم الشريف. شيخ فلاح بقول لك مأذنه الحرم الابراهيم. الشيخ سمير بيحكي مين؟ والله يا شيخ فلاح انك جريء اللي قدرت تزعل اهل حرم القياده. يزعلوا علينا، يقولوا لنا دائما. انا كنت اسمع من الاختياريه تبعون حاره الشيخ وحاره القياده انه اقدم مئذنه في مدينه الخليل هي مئذنه الشيخ علي البكار، ذلك الشيخ المتصوف الذي اتخذ من منطقه حاره الشيخ مقرا له وزاويه يعلم فيها مريدين القران ويحثهم على الصلاه، وكان وسمي بعلي البكار لكثره بكائه. أنا علي البكار أقدم إذا نبيه. والشيخ شحيف والشيخ سمير قال نسيانين المسجد قبل فن كسره ومغلق يا إخوان، يعني من قبل الاحتلال الآن هو يعتبر مسجد الأقصى. وين نسيتوا هذا المسجد؟ هذا المسجد. وأنا بالنسبة لمسجد الأقصى هو من المساجد الخطيبة
ومن المساجد القديمة في مدينة الخليف، يقع في حي القصبة اللي طبعا إخواننا في السوق، يعني كانت تسمى حكومة المدن في الزمن الأول اللي باب خزن الفار. شكرا على الإضاءات. هذا المسجد أقدم مسجد أمين دليل. شكرا الشيخ حفظ على هذه الإضاءات الجميلة الرائعة. نسمع منك يا راجل عروبة، يلا هنبدأ يجاوب راضي ولا طلب ولا حمزة، يلا أقدم بإذن يلا يا راضي. الأقطاب بنتين من ذلك ممكن هي صغيرة من ذلك إجابة بنتي، يلا أقدم من ذلك إجابة الشيخ فلاح ولا الشيخ سمير ولا الشيخ حفظي اللي هي بتقول ردوا علي ردوا علي خلاص مسجد الأقطاب هي لو مئذنة صغيرة ممكن أتبعها هي أقدم قلت لك ردوا علي غلط إجابة وأنا غلط 100% أقدم أقدم مئذنة في مدينة الخليل اللي هي مسجد علي بكر كانت إجابة صحيحة يعني بدي أقول أنا مدير المساجد روح لجامعة الخليل وآخر سؤال آخر سؤال لجامعة الخليل والنتيجة ما زالت على ما هي صح؟ لجنة؟ إلى سؤال مباشر كان يأخذ مباشر سؤال لجنة رقم 3 السؤال الثالث اليوم جامعة الخليل يا هذه المنارة العلمية الرائعة في مدينة الخليل مسجد يقع محادي للحزب القديمة في الخليل قامت قوات الاحتلال بإغلاقه بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 بأوامر عسكرية وسهلت المستوطنين استباحته وفي عام 2007 قامت بإنشاء أبنية استعمارية على سطحه فما اسم هذا المسجد نسمع لجنتنا الموقرة لجنتنا الرائعة مميزة نسمع الشيخ حفظ الشيخ أنا مش راح أتخلى عن الاسم اللي ذكرته أقول كونه مسجد محاصر هو مسجد الأقطاب مسجد الأقطاب أنا بقول لهم بقول للتبعون المتسابقين هدول أنا مدير المساجد وأنا أعرف الناس بالأبواب في المساجد المسجد هو مسجد الكيان مش الأقطاب مسجد الكيان أيضا مغلق لأنه بقع بوابته على شارع السهلة والسهلة مغلقة وسكروا كل الدكاكين اللي تحكيه وهو المغلق وهو اللي وراه تجي حكورة الكيان حكورة الكيان مسجد الكيان الشيخ سمير مسجد الكيان الشيخ فلاح السوق انت السوق السوق القصبه الان في مكان هناك في معصره المعصره انتم عاديين على قدام شويه في مدخل على ايدك اليمين في مسجد اسمه مسجد الوكاله رائع جدا هذيك اليوم اللي هم قاموا بتسكير المكان في الداخل والله انا مكان وقف وقف اسلامي وانا بقول لك مسجد الوكاله وتوكل على الله يا عبد الله ان شاء الله ربنا يوفقك الله يهنيك رائع نسمع جامعة الخليل شو يلا مسجد الأقطاب ولا مسجد الكيان ولا مسجد الوكالة الشيخ حفظي حكى والشيخ سمير حكى والشيخ فلاح ما شاء الله أبدع ولا كنتوا على الغاد هيك مسجد الأقطاب نعم من الدعاء مسجد الأقطاب حكى لك الشيخ حسن الأول شو مرة هلا ضرب تمت إجابة صحيحة وعلى الدين على الدين قلنا على الكذبة قلنا الله أكبر ولله الحمد برنامج وسيادة الحرم الإبراهيمي الشريف نرجو دائما أن نكون قد وفقنا في تقديم ما هو مفيد وما هو ممتع
ابقوا معنا طبعا راح نعلن النتيجة واللجنة الموقرة راح تعلن النتيجة. الفائز كما قلنا في بداية الحديث الفائز هو الحرم الإبراهيمي الشريف. نشوف النتيجة شيخ فلاح ممكن تحكي لنا النتيجة. صحيح يعني بارك الله في جهودكم في الفريقين أبدعوا معلومات قيم عندهم. العروبة حصلت على 14 نقطة، جامعة الخليل حصلت على 15 نقطة. الفائز الله أكبر لا يجوز التصفيق في المساجد. كمان مرة النتيجة. النتيجة هي لصالح جامعة الخليل وهذا ما أسعدنا كون المتسابقين من طلاب كلية الشريعة. إذن محبوبين لأن يكون الفائز هو أيضا إذاعة وشبكة عروبة الإعلام ووزاعة النجوم. مبروك. 15 لجامعة الخليل و14 لشبكة عروبة. شكرا شيخ سمير، مبروك لجامعة الخليل. بنقول حظ أوفر طبعا راجع عروبة. راح يكون هناك سحب، خلينا نجري السحب هلا على طبعا الأرقام الموجودة وراح نكرم الموجودين الفريقين لهم تكريم حاليا. لا تفضل مدير الأوراق على أستاذ إسماعيل. على فكرة أخبرنا الفريق الفائز والفريق الآخر نفس الجائزة. ما خلينا نفس نكرم. تفضل أستاذ إسماعيل. نفس الجائزة ما بس اسمحوا لي يا أساتذتنا ومشايخنا، إذا بتسمحوا لي أشكر الدكتور أيمن البداري الأستاذ المشارك والمحاضر في جامعة الخليل موجود معنا اللي أبى إلا أن يؤازرنا في شريكنا. دكتور أيمن تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا تكريم الذي أبى في كلمة طبعا. الشيخ عثمان عاقل عن مسجد بيتولا يتفضل استلام الجانب او التكريم تبعه. تفضل الشيخ عثمان للمسجد مسجد بيتولا. مسجد تبقى مساجد الخليل كلها مؤازرة للمسجد الإبراهيمي الشريف وكلنا في ضيافة مسجد جدنا إبراهيم الخليل. مسجد عثمان بن عفان الشيخ خالد أبو داود تكريم. تكريم طبعا هذه المنارة العلمية الرائدة الدكتور أيمن البداري. مية صوان لحن كلام السيارة وعن إذاعة عروبة الأستاذ عبد العزيز نوفل بسلمة عنه الأستاذ راضي كرامة. الله شهد الأستاذ متمسك يعني قبل ما نكمل التمثيل يعني حاب نوه ذكرها أخونا المقدم إنه إحنا موجودين في الحرم الإبراهيمي الشريف طبقنا وكان سؤال لكن للأسف ما حدا اختاره فعالية طبقناها في 1/10 مستمرة حتى 31/12. الجائزة الأولى $500، الجائزة الثانية $300، الجائزة الثالثة $100 زائد جوائز عينية. بإمكان كل مشاركة بصورة للحرم أو لأي جزئية من الحرم واستلام الكود الخاص من مكتب إدارة الحرم وإرساله لنا. فرصة أنكم موجودين لشاركوا في هذه المسابقة. الأمر الثاني سيتم السحب
على الأرقام الموجودة أمامكم بعد الوصلات الإنشادية. والأمر الثالث اللي ما بحاجة الحظ بهذه الجوائز العينية سيكون في اللقاء الختامي، احتفظوا بهذه الوصولات، سيكون في اللقاء الختامي والحلقة الختامية سحب على الجوائز كذا. شكرا. خلينا نكرم الفريقين والمتسابقين. نبدأ بإذاعة عروبة، عبارة عن صندوق طبعا الفريق عروبة. ثلاثة بتتكرموا. أستاذ طلبة مصباح عبارة عن صندوق موجود فيه طبعا العطر المميز، عطر الحرم الإبراهيمي الشريف، ماركة مسجلة بالحرم. مبروك للأستاذ طلب على المشاركة الحلوة الرائعة، أستاذ كثير بنعتز فيه، إعلامي مميز. الأستاذ حمزة سيوري أهلا وسهلا. الأستاذ راضي كرامة. جامعة الخليل الفائز اليوم في المسابقة حمام غياضة. تفضل. مروان النجشي جامعة الخليل كلية الشريعة. كنت رائعين اليوم أو رائعون خمسة رائعين. هشام بصبوص من جامعة الخليل، مبروك لجامعة الخليل. حاب أوفر إراجع عروبة على المشاركة المميزة. سيجري طبعا السحب على الهدايا والأرقام للجمهور المتواجد الآن بعد النشيد، الوصلة للنشيد من طبعا فرقة حياة محمد الأشلمون ومعتز عاصم. أهلا وسهلا فيهم. بس 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 سوف نلتقي.